من برنامج المرأة الفاضلة. محتاجين نخدم بعض في البيت. محتاج الراجل الزوج اللي عنده أطفال ومراته تعبانة، أعمل لك إيه عشان نساعدك؟ اتسوكي إنك أنت تساعد مراتك تغير الدايبر للبيبي، اتسوكي إنك تروح تحضر الرضعة للبيبي لأن مراتك تعبت وأنهجت طول النهار، اتسوكي إن أنت توضب سريرك، اتسوكي إن أنت تعملي حاجة جوزك مش قادر يعملها. نبتدي نمارس الخدمات دي في بيتنا. مش أنا راجل ما عملش كده، أنا ست ما عملش كده. إحنا قلنا الستات إحنا رجالة في الحرب، اتفقنا على كده؟ مفيش حاجة ما نقدرش نعملها، والراجل مفيش حاجة ما تقدرش تعملها. أنت عشان راجل تقدر تقوم بكل حاجة اللي الست بتقوم بيها واللي أنت تقوم بيها، والست تقدر تقوم بكل حاجة الراجل يقوم بيها وأنت تقومي بيها. نخدم بعض، نخدم بعض. الخدمات ده عمل عظيم جدا، وكلنا محتاجين نخدم بعض ونخدم أنفسنا.